مخول وأنتوني توما شاركوا بالتشينج ميكر فيستيفال ببيروت واللي يهدف لتحفيز الشباب ودفعهم لتحقيق أحلامهم. كتير حبيت الفكرة إنه أول شيء empowerment لليونج بيبول منخليهم هيك to express themselves يعطوا أفكار جديد، وأنا حسيت إنه بحياتي هيك أنا كشخصية إنه بحب to give positive message in my songs أو إيه بالحياة in general. كتير بحب الفكرة تبع change maker، أصلاً الكلمة change maker is very nice، وأنا أصلاً I'm very involved باليوث، يعني بحب شجعهم يبقوا بلبنان، بحب شجعهم يشتغلوا يحسنوا لبنان، وأنا شخص كتير بأمن بلبنان. وأنطوني خلال فقرة الغنائية قدم أكثر من رسالة للشباب، أهمها أنهم يهتمون بنفسهم إن كان جسديا أو فكريا. وبعد العرض خبرنا عن أعماله اللي حضر لها، ومنها مسلسل كوميدي كتبه مع محمد عطية. كتبنا هذا السيتكوم سوا، صار لنا سنتين عم نشتغل عليه، وأخيرا رح نقدر ننتجه هلأ، وإن شاء الله بيكون على بلاتفورمز تعرفون كتير منيح وبتحبون كتير. وبالإضافة لهالعمل، أنطوني قاعد يكتب أغاني لفنانين من أمريكا وأوروبا، لأغاني مصرية، ويحضر لألبومه الجديد. وغير كل هالأعمال، في أغنية بتجمع يا مخول. كتير بحب شخصيته، أنا بس بشتغل مع شخص ما كتير بيهمني بس إنه التالنت تبعه له، يعني فيك تجيب لي حدا كتير تالنتد بس إنه إذا ما بتفق معه، إذا بحس إنه المنتاليتي هيك، إذا ما في كليك هيك ما بقدر أشتغل معه. عم نعمل غنية سوا بالفرنساوي، ميوزك فيديو صورناه أوريدي، بعد عنا نهار تصوير، وإن شاء الله قريبا بآخر الشهر بتنزل الغنية سوا. وبعد إصرار كتير، أنطوني غنى لنا مقطع من هالأغنية. Come on now, baby. Come on now, baby. Le monde n'appartient qu'à nous. ولي حسن الحظ أن ليا ما كانت بجانبه. ويه ما عم تصدق، إذا كان حد ما كان خليته. لا. بس ما قطع صغير. Okay. Tu prends trop ton temps pour venir vers moi. Je tourne et je danse. Oui, je sais que t'aimes ça. Tu me laisses en attente, chose que j'aime pas. Boy, saisis ta chance, c'est la seule que t'auras. بعد قليل.